أكدت تقارير صحفية بريطانية أن إيفا كارنيرو مطبيبة تشيلسي السابقة رفعت دعوى قضائية ضد مدرب البلو جوزيه مورينيو. هذا وكان المدرب البرتغالي قد دخل في مشادة كلامية مع الطبيبة خلال أولى مباراة تشيلسي في البريمير ليج أمام سوانزي، مما أدى إلى إحفائها من مهامها مع الفريق اللندني. تجدر الإشارة أن محامي كارنيرو كانوا قد قدموا دعوى قضائية أخرى ضد نادي تشيلسي الأسبوع الماضي.